زعلان مني؟ حقك عليا ما تزعلش. غصب عني يا عبد الله اللي بيحصل ده، غصب عني. ما هو ما ينفعش اشوف بناتك بيتمرمطوا وبيتبهدلوا من بعدك. مش عاجبك الطريقة اللي بفكر بيها. هقولك ايه، ما هو لو كنت سمعت كلامي ما كناش وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. عارفة ان اخوك، وعارفة انك ما كنتش عايز الناس تتفرج عليك وانت بتتعارك معاه على الورث، وعارفة انك كنت عامل حساب لابوك الله يرحمه. معلش، بس هي غلطتك. في نفس الوقت مش قادرة اشوف جبرية وفوزية وعبد الحكيم وولاده عايشين وبيتمتعوا بالفلوس وفي سعادة اللي انت ليك فيها ومن حقك ومن حق بناتك. هتقول لي خايفة؟ خايفة. هتقول لي اللي شفناه كان كتير وعديناه والدنيا اسليت علينا. هقول لك كنت جنبي وفي ظهري، بس انا مش قادره يا عبد الله، مش قادره يا اخويا، سامحني. انا ماشيه زي ما اكون عاميه، عمال اخبط في الناس، الدنيا تخبط فيا انا. معلش، انما ما يرضكش تخبط في بناتك وتمسح بيهم الارض. ما تزعلش مني يا عبد الله من اللي انا هعمله. انا هاخد حقك وحق بنتي وحقي بما يرضي الله. حقك عليا يا عبد الله، حقك عليا، حقك عليا. Thank you.